سجن النساء في هذه الزنزانة تحديدا في امرأة محكوم عليها بالإعدام، قضيتها قتل بنتها، هي مع منو؟ مع رفيجها. شلونك الحين؟ زينة؟ في أقاويل كثيرة سمعنا أن أنت وصديقك قمتوا وقتلتوا بنتك المعاقة، قتلتوها وجيت المحكمة وعطتك أنت ويا إعدام اثنيناتكم. أنت قتلتي بنتك؟ لا. ما قتلتيها؟ من اللي قتل بنتك؟ اللي معي، اللي قتل بنتك. قولي لي شلون صارت الجريمة من البداية، من بدايتها؟ أنت عندك طفلة معاقة وأنت ترعينها صح؟ نعم. قولي لي. كنت أطلع معاه أنهم قايل لنا بنتك ملبوسة. قال لي، قلت له مش خنوديها عند أحد يقرأ عليها يطلع منها الجن. قال لي لا ليش نوديها؟ أنا عارفة أطلع منها الجن. طيب قلت له حرام عليك، انت قاعد تعذب بنتي. يقول لها انت مالك شغل، انت ما تعرفين هالاشياء. قلت له حرام، بنتي قاعد تعذبها. بعدين من يطقها قلت له حرام عليك بنتي، انت قاعد تعذبها. يقول لي لا انت مالك شغل. اخر شيء بعدين انا قاعد اطلع منها الجن. يطلع من بنتك الجن؟ اي نعم. هو يتعاطى؟ اي نعم. وانت؟ لا. ما تتعاطين؟ لا. هو يتعاطى؟ انت ما تتعاطين؟ زين شلون تشوفين يطق بنتك وساكتة عنه؟ كم مرة دافعت عن بنتي مو قاعدة عليه. لا اروح المخفر اشتكي عليه. مهددني. مهددك بشنو؟ اذا ما جبت بنتي معاي انه يجي لي للبيت يسعد غرفتي يذبحني يذبح بنتي. ما يخالف، خليه يذبحك ولا يذبح بنتك. صح. شلون تتنازلين عن بنتك وشلون تخليه يسفيك يسوي كذي؟ وينك انت؟ وين قاعدة؟ انت ما تعرفين ان البلد فيها قانون؟ ما تعرفين تروحين تشتكين عليه في المخفر يوقفون عند حده؟ واحد متعاطي قاعد يطق البنيه. هو الحين وينه؟ بالسجن. سجن المركزي الرجال. ايه. ايش محكوم عليه؟ اعدام. اعدام. يعني الحين اثنيناتكم انتوا اعدام. ايه. زين تشوفون بعض؟ لا. من يوم صارت السالفة ما تشوفون بعض؟ لا. بالجلسة؟ يمكن ما وردت أنا ما أطالعه. نهائياً؟ إيه. هو في زيارة يصير إنه إذا بغيتي تزورينه أو هو يزورك، ما صار هالشي ها؟ لا. وأنت ما ذبحتي البنت؟ لا. بس خليتي هو يذبحها عشان تعيشين. مهددني لأن إذا ما جبت بنتي إنه يجي لي بنتي يذبحها. قلت أنا بودي بنتي عند أبوها، خلاص أنت قاعد تعذب بنتي. يقول ما توديها، إن وديتها هي تجي لي البيت أذبحها ولا تذبحك. زين وأبوها وين البنية؟ موجود. ليش ما أخذها؟ ما أدري. قلتي لي أخذ بنتك؟ لا. أنت تبين هالبنت؟ إي نعم. تبي تربينها؟ إي. وكذي التربية؟ تخلين واحد صديق صادقي لك واحد ما ادري من السكه ما ادري من وين جايبته، من وين جايبته هالصديق هذا؟ قولي من وين جايبته؟ من السكه تعرفت يعني من برا السكه؟